حدثني علي: سمع عبد العزيز بن أبي حازم: أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرًا في تور من الليل، حتى أصبح عليه فسقته إياه.